وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. باكستان وبخطوة نادرة وشديدة التصميم وصلت إلى غواصة هندية أوقفتها على بعد 150 ميلا بحريا. يعني نتحدث عن المنطقة الاقتصادية الخالصة لباكستان جنوب كراتشي، وكان هذا وضعا استباقيا عبر الطيران، على وجه التحديد طيران البحري، وهو الذي اكتشف هذه الغواصة. هذه الغواصة أولا من سكوربيا، كما هو معلوم هذا الطراز هو مصنع فرنسيا على أراضي هندية ومطور. يعني نحن نتحدث عن حصار فرنسي على الغواصات أغوستا التي لدى باكستان ثلاثة منها، هذا معلوم، لكن بالنسبة لفرنسا في الهند تطور وتعطي التكنولوجيا. كانت الصفقة في حدود حوالي نصف مليار دولار للغواصة الواحدة، 3 مليارات دولار لست غواصات من أجل نقل التكنولوجيا سكوربيا إلى هناك. سكوربيا تعني عقرب البحر. إذن غواصات سكوربيا عندما نقلت إلى الهند وصنعت نوويا في البرازيل، يعني نفس هذا الطراز متقدم للغاية عما لدى باكستان. لكن مع ذلك فإن قضية التطورات الجديدة التي بين تركيا وباكستان على وجه التحديد بخصوص تقنيات الرصد وتقنيات الاستطلاع وما تحت المياه، كل هذا كشف هذه الغواصة عن طريق الطيران البحري، وهذا يعد بمثابة قفزة أخرى بالنسبة لشراكتين. الشراكة الأولى مع الصين بخصوص تطليق باكستان للتقنية الفرنسية، خصوصا بعد تطويرها مباشرة في الهند وتصنيع كالفاري، وبعد كالفاري هناك اليوم جيل آخر. إذن سكوربيا هي كالفاري، النسخة المحلية الهندية لسكوربيا الفرنسية. على كل حال هذا التعاقد كان في حدود 2005، وكان البناء في 2008 وغيرها. المهم أن فرنسا، نحن نتحدث عن تقنية فرنسية بالأساس رصدت تحت المياه وكانت بتقنيات متقدمة، فكان الفرنسيون ينظرون إلى الوضع بشكل دقيق للغاية. أولا، هل هذه الغواصات تستطيع الذهاب بعيدا في العمق؟ وأن الطيران الحربي البحري للباكستان لا يستطيع أن يتعاطى مع نوع من كالفاري، هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية كما ذكرنا أن هناك تقنيات اليوم لدى المروحيات، لدى تصنيع المروحيات باتجاه الحرب الإلكترونية البعيدة المدى والمطورة باكستانيا تركيا، وهذا الذي اكتشفه الآن الفرنسيون وصدموا به. إذا نحن نتحدث عن صدمة فرنسا من التعاون الباكستاني التركي في هذه الزاوية على وجه التحديد، والتي قد تتجاوز الغواصات النووية الهندية والمصنعة برازيليا من خلال الحرب الإلكترونية المستخدمة من طرف المنظومة الباكستانية التركية على وجه خاص. لأن العملية كلها، نحن نتحدث عن تواجد ما بين حوالي 11 ليلا و18 ثانية، وعندنا تصوير أيضا بالنسبة للحادية عشر و36 ثانية، لكن ليس بالضرورة، ليس هناك توضيح بشكل كاف هل الساعة المحلية أم الساعة العالمية أو الكوكبية كما قد يتسمى، يعني الانيفرسال عموما، وهذه التي تسمى زولو، هذه قد تعطينا الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، يعني حوالي الفجر في باكستان. ولكن هذا الضبط كان في 16 أكتوبر، في اليوم 18 إلى 19 كان هناك دفع هذه الغواصة لإخراجها من المنطقة الاقتصادية الخالصة، رغم أنها تبتعد عن آخر نقطة بنفس هذا الحجم. نتحدث على تقنية عالية استخدمها الهنود،
أولا أن هناك تقدم إلكتروني عالي يتجاوز أغوستا من جهة لأنها كالفاري ولأنها سكوربان من جهة أولى. ثانيا أن لديها ما يسمى بالـ AIP وهذا الذي يتحدد من خلال الـ Air Independence Power، وهذه العملية كلها لديها قدرة جوية مستقلة. يتحدث الآن الباكستانيون عن استخدام أيضا لغواصات صينية لديها هذا التميز. لكن بالنسبة لباكستان التي حوصرت في عادة هيكلة غواصاتها الفرنسية والتي أعطت كل شيء للهند بما فيها النووي كما ذكرنا، اليوم تنهزم كما ذكرت فرنسا. لكن لا يتوقف الأمر عند هذا، هناك حوالي 400 ميل بحري عن بومباي، عند موقعة الحادثة كان هناك حوالي 400 ميل. ماذا حدث؟ استطاع الباكستانيون حظرا كاملا لأي إشارة موجهة نحو بومباي، وأيضا 150 ميل بحري من أخرى، يعني آخر نقطة في الهند وجنوب كراتشي. في هذه المنطقة وقع الحادث، لكن المهم في هذا الحادث أنه يعتبر ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، لأن هناك ما يسمى بالمياه الدولية. هنا الخلاف أساسا أن هذه المياه تعدها باكستان وقانونيا باكستان ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي نفس الوقت هي في نظر الهند هي من المياه الإقليمية من المياه الدولية، وبالتالي فإن هذا الوضع هو الذي دفع إلى مباشرة عزل كامل لهذه الغواصة الكهرو ديزل. إذن هذا هو التطور الأول الذي يجعل من الحدود البحرية إذانا، وهذا هو المهم، إذانا لباكستان وما بعد أستراليا بنقل سلاحها النووي إلى الغواصات، وهذا ما تريده تركيا وأشرنا إليه في فيديو مستقل. إذن اللعبة والرهان أخطر بكثير، لذلك فقد طور الباكستانيون مقدرة الرصد من أجل إبعاد كفري الهندية وغيرها، وآنذاك من حقهم أمام هذا التطور وما بعد ما حدث مع أستراليا بتحويل غواصاته إلى غواصة نووية أن يطلق الباكستانيون الغواصات النووية تماما كما يرغب أردوغان. وأردوغان أول مشجع على هذه الطفرة، لأن بلاده ستستفيد مباشرة من كل هذه العملية. نحن نتحدث عن هند بأربع غواصات نووية، لأن ما بعد هذا الطراز مباشرة لدينا الـ A751 والـ P751، هذا هو الذي يؤهل مباشرة إلى النووي في هذه الخاصية على وجه التحديد. أما بالنسبة للصفقة التي يرغب فيها السيد ماكرون وبعد الذي حدث مع باراكودا خصوصا مع أستراليا وفسخ هذا التعاقد مع نفس الطراز غير نووي لباراكودا، اليوم سيسلم للهند والباراكودا، هذا كل ما في الأمر. لذلك فضمن ما يرغب في تجريبه الوصول إلى المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة على وجه دقيق لباكستان، ومن هناك قد لا يكتشف أمر الغواصة أمام هذه التقنية الجديدة. لكن الواقع هو أن باكستان كشفت هذا الذي حدث ليس على صعيد الغواصة وإنما على صعيد الخطة التي يفكر فيها ماكرون، وانكشف أيضا من الجهات الأخرى ماذا يفكر أردوغان مع خان بخصوص تطويرات كاملة للغواصات لإدخال الغواصات بصناعة محلية ومتقدمة ومن داخل التجارب من الآن للوصول إلى هذه المرحلة. إذن نتحدث عن نجاح فرنسي مع البرازيل بخصوص الغواصة النووية من سكوبان ولكن مطورة، وأيضا مع الهنود على وجه التحديد. ولذلك فإن الدخول إلى هذه المرحلة
يستبق هذا الوضع الجديد الانتقال من أغوستا إلى سكوربان ومن سكوربان إلى البي 751 للتوجه إلى الغواصة النووية. هذا هو المسار، وبالتالي فإن ما يجري الآن معلوم بالضرورة للجميع أن ما يحدث قفزة بالأساس تجاه هذا الانتصار، انتصار باكستان، انتصار إلكتروني هائل بالنسبة للطيران وتطوير منظومات استكشاف عالية للغواصات بما فيها الغواصات النووية وآخر طرازات الغواصات في التجربة كما يرغب الفرنسيون في استخدامها. إنما اليوم ليتأكد الجميع أن هناك خلاصة تقنية محورية في كل هذا الفيديو أن فرنسا وتقنياتها في قضية عدم الانكشاف، عدم الانكشاف بالنسبة لغواصاتها النووية. اليوم باكستان ومن خلال أسل سان البحري ومن خلال الدرون البحري أصبح اليوم أكثر كفاءة في رصد الغواصات النووية الفرنسية، وهذه هزيمة نكراء لفرنسا. لماذا استخدام نكراء على وجه التحديد؟ لأن العملية هذه وبعد انكشافها عبر تماما الفرنسيون بأن هذه هزيمة بهذا الشكل، يعني الترجمة بهذا الشكل بل تزيد. لذلك فالأدميرال الذي صرح بهذا التصريح ونقل كان يقصد تماما مثل هذا التقييم. وتستفيد الآن باكستان من هذه القفزة أيضا التي لدى الهند لدى الصين، ونحن نتحدث عن غواصات 039 يوان أو 039 يوان. و39 هذه من أهم ميزاتها أنها تقترب تماما من التقنية الفرنسية النووية لسكوربان البرازيلية. وهكذا فبالنسبة لباكستان لديها الآن تطوير لأسلسان من جهة بالاستكشاف، وثاني وهما وأهم في هذه النقطة الوصول إلى غواصات بنفس القدر الذي لدى الهند انطلاقا من الصين. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.